احجز في الطرح الاول فلونش مشروع الرابع باقل سعر متر. لو عاوز تعرف تفاصيل اكتر كمل معايا الفيديو. محمود عباس، شركة أسواق ديفلوبمنت، جاي النهارده أكلمكم عن لونش مشروعنا الرابع سوليريا مول. لوكيشن سوليريا مول في أرقى أحياء مدينة الشروق ما بين الحي السابع والثامن فيلات، جنب الجامعة الفرنسية قدام سعودي جنب مدينة تشيل أوت. سوليريا مول ميجا بروجكت على مساحة 6000 متر، ميكس ديوز تجاري وإداري وطبي، أرضي وأول تجاري، تاني طبي، تالت إداري. شركة أسواق إحنا بقالنا أكتر من 20 سنة موجودين في السوق، لينا سابقة أعمال قوية جدا من ضمنها ميركادو مول، تاني مول سيتي كلوب مول، تالت مول وده ميجا بروجكت عندنا اسمه أرينا مول. ولما حبينا نختار شركاء نجاح احنا اخترنا استشاري هندسي المهندس ياسر البلتاجي، واخترنا شركه اداره وتشغيل شركه انكوميرش. عاملين فاسيلتيز موجوده في المول زي كيدز اريا، زي جيم، زي بلازا، اسانسيرات بانوراما وسلالم متحركه وجراج بيشيل حوالي 80 ل 100 عربيه. سوليريا مول استارت المساحات عندنا من 30 متر في التجاري وفي الاداري وفي الطب. اسعار اللونش عندنا في التجاري دور ارضي استارت من 135، في الاداري والطب استارت من 57. بيمنت بلان استارت من 0% وتقسيط لحد 8 سنوات. لو عاوز تلحق معانا خصم اللونش كلمنا على الارقام اللي موجوده على الشاشه او خلال اللينك الواتساب اللي موجود في الديسكريبشن، وفريق من افضل الاستشاريين العقاريين يتواصل معاك ويساعدك في اختيار وحدتك. كنت معاكم محمود عباس، شركه اسواق ديفلوبمنت.